موجود موجود. ما فينا ما نصلي لك على الوصلة. وصلي لي شو عصفورة. هالمرة وعيت مأخر ومعلقت بعجقة سير، بركي حظي بيتغير وبرجع بتفائل. شو مخر عصغير؟ كيفكن؟ مرحبا. جاعش؟ ايه شو بدي اعمل؟ والله طب لحقينك يلا يلا وين صف؟ مأخرة ساعة وربع. هاي الأميرة أنت آخر واحد بيقول لي أي ساعة بيجي وأي ساعة بروح. ما بتحب إلا ما تنبخع. ما في مثل الرجعة على ام تي في. ما في مثل الرجعة على ام تي في. ماذا حكي؟ أي ماتشد لك ماتشد لك أي أي حقنك. تزوجت ولا بعد؟ لا بعد بس يلا ان شاء الله قريبا. نعيم بدي يتزوج؟ اعوذ بالله اذا شفته بعيوني ما بصدق. اعوذ بالله نعيم ولا ممكن؟ لا بس اعوذ بالله. شك يتجوز؟ اعوذ بالله بعد ما شفنا شيء بعد ما اول طلعت وشاب موظف. أنتوني قد ايه بيطلعوا؟ 225,000 دولار مش لبنان. اوكي خلص قابض 225,000 دولار. رولينج انت؟ لا لا انت عارف انا بايش والله يا ريت ما وظفني. كل ما يرد في هذه الحلقة لا يمثل الرأي الشخصي والقناعة الشخصية للمحطة ولا لفريق العمل ولا لمقدم البرنامج ولا للمخرج والمنتج وفريق الأعداد ولا للمصورين ولا الديكور ولا لعمال التنظيفات في الاستوديو ولا حتى المشاهد. وفهمكن كفاية. فنان درجة 10 أعماله الهابطة كتيرة. أحب لقب على قلبه ملك الأغنية الهابطة. سرق ألحان، شفط كلمات وكرسن أفكار كبيرة. عنده قدرة يقنع جمهوره إن النشاز هو فن. على خصره دايما خواصر خطيبته أم أولاده. عنده جيش من المتابعين على مواقع التواصل خط عددهم 50 وأغلبهم من قرايبينه. فوزي بولوزي ديناصور الأغنية اليوم رح نشوفه جلبوط الأغنية ورح ننتفله ريشه ريشه ريشه. وين؟ هون. مهضوم الفكرة. قفص ما قفص. حاس حالي كأني بجنينة حيوانات. يا أخي لشو حاطينا بقفاص؟ ما عم بفهم. حد نعمل من قيمتك. نعم؟ سنعمل من قيمتك. تسلم الله خليك. يا أخي شو رح أهرب يعني فكرك؟ إذا بدي أهرب بقرط ولبطل بصير برا. فوزي بولوزي حبيبي لقب نفسك بديناصور الطرب. اي نعم ديناصور الطرب هيدي شغلي من زمان وجاي. في كتير ناس بيعتبروك سقاية طرب. بعرف. حتى أبو بريس الطرب. حتى في شخص سمعته قال عنك إنه أنت أنجأ حردون الطرب. شو بترد عليه؟ ليك المغرضين كتار، الحساد كتار، الشجرة المثمرة هي اللي تترشق. أنا ما عندي مشكلة، أنا ممكن يكون أوطى من هيك كمان بالألقاب، ما عندي مشكلة. المهم قيمتي معروفة عند جمهوري. ليش نقيت تكون حيوان؟ لأنه أنا حيوان بالأساس بطبعي. الإنسان هو حيوان ناطق بقول. أنت حيوان؟ أنا حيوان لأنه الحيوان وفي. أنا عندي شغلة أنه أنا كلبي باكسن إذا بتعرفه. ما بتعرفه بكرة شنهار بعرفك عليه كتير لذيذ. أنا هو مثالي الأعلى. ليش نقيت؟ هل انت كلب؟ ما بعتقد. اصلا بدك تسال جمهوري، بدك تسال النقاد، بدك تسال. في عندك ناس اخصائيين اولا يسبوا ويبهدلوا، وفي عندك ناس يمدحوا. ضايع بين هالاثنين. في ناس كثير بتعتبرك انك واطي. ايه صحيح. انت واطي؟ انا واطي قدام فني، واطي قدام جمهوري. انا بتدخله لجمهوري. ما عندي شيء اسمه مفوقيه، بالعكس بقول لهم تعوا مرمغوني دعوسوني، ولكن حبوني. أنا هيدي اللايك اللي بيكبسوا لي إياها عندي إياها قد الدنيا. هيدي اللايك. هل أنت رجل؟ نعم.
يتكل عليه بزمن فكرت رجل رجال. ليك يتكل علي بدك تسأل إذا رجل، بدك تسأل خواصر خطيبة أم أولادي، بدك تسأل كل يلي مرقوا بحياتي عاطفيا. أما يتكل علي فهيدي أنه شغلي جديدة على حياتي أنه يتكل علي. أنا عاتم بتكل على ناس تانيين. بيضة ما بعرف بقلي، يعني لما بدي أكل بنطر تتيجي خطيبتي بيكون عندها شغل. هل صحيح أنه خواصر خطيبتك أم أولادك عاهرة؟ ما بعتقد، لأنه في عندك أوقات أنا بطلب منها تروح تعمل شغلة معينة بتقلي لا عفي وما عفي، فأنا ضيع بين إنها عاهرة أو طاهرة بتضيعني عن جد صراحة. فوزي بولوزي صحيفة درش بيجل. أي أهلين. معروفة هذه الصحيفة، هذه مجلة يعني حطة على حرتقة وعلى تفخيط وعلى تجريح، ومستهدفتني من زمان وجاي. شو قايلة هيك نشوف شو بدك تعرف. صحيفة درش بيجل كشفت انه انت اقرع بالاساس. نعم. يعني هيدا الشعر اللي حاطه على راسك هو شعر مصطنع، اي بيروك. صحيح هذا الشيء؟ طيب حط ايدك لاكسره اوعى تجرب. انا بقول انا بعلن للجمهور اذا هيدا بيروك او هيدا شعري. انا بدهم يشوفوني بيجي بيشوفوني بالحمام انا عم بتحمم اذا منهم مصدق. هل معقول جمهورك يجي يشوفك بالحمام؟ ان يكن يجي يشوفني مطرح ما بده. انا 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 مرايه شفافي، انا ازازي نافره، انا ورقه عم ترجف، ما عندي شيء مخبى. انا اللي مكعب صباطي على راس لساني، انا مش فرقاني معي. انا واذا كنت داعس على علكه؟ ان يكن انا مش فرقاني معي. انا هلا تعمر مغني بالارض بقول لك الدنيا عم بتشتي، ما عندي مشكل. انا جيت خصوصي لهونده كحكحك، بعرفك انت بتكحكحهم بهالاسئله. انا بدي طلعك من هون شعراتك من التفين. يلا بعد تقل تشوف شو عندك بعد اشي تقول. هل صحيح فوزي بولوزي واكتر صحيح ونص بس قول كمل تشوف انك بتختار ثيابك من البالي؟ لا هذا الجواب اسمح لي فيه. هذا انا بختار ثيابي من سوق الاحد. يلي عم بقول لك بالي هذا مغرض، هذا بده يحطمني قدام جمهوري. انا من سوق الاحد، في عندي محل دائما بروح لعنده بقصده، مره بيكون هون مره بيكون هون، لانه بتعرف بغيره هني بسوق. بس مش بالبالي لا. بعدين هيدا اللوك بغيره كل 5 سنين مرة، انت بتعرف انا هلأ لابس لوك الطاووس. هل صحيح انك مهووس جنسيا؟ ان يكن. يقال انه تحرشت بحدا؟ ان يكن. هل صحيح انه انت تحرشت بحدا؟ ان يكن. يقال انه انت وحدا شخص كثير بتعرفه قال انه انت تحرشت بحدا؟ ان يكن. الشاعر نجدة ألاووز اتهمك انه انت بتحرش بحدا؟ من يكن. نعم من يكن كبير الاسم على عليه انه شاعر، هيدا من يكن هو يعني تيجي يحكي هيدا الشاعر نجدة ألاووز من يكن. لا تقول لك شغله، قصة التحرش هيدي مرقت فيها من عمر انا كنت صغير شوي، يعني كنت اول طلعت 37 38 توجه لعندي صبي صغير عمره 9 سنين. هون طلعت قصة انه انا والولاد والتحرش. هو اللي تحرش. كيف تحرش؟ قال لي تاع عمو اقعد بحرجي. قلت له لا يا عمو بركي عطبتك. قال لي تاع اقعد بحرجي. هيك عمل لي شلته على جنب. اجا واحد تاني تحرش فيي، هداك كبير كبير يعني كبير، بس ما بعرف كيف بدي اوصف لك الحجم يعني. وين هالعمود اللي كان؟ المهم هيدا تحرش فيي، تعلقت فيه وسافر، مش عم بعرف شي عنه لهلا. تعلقت فيه صراحة، بس من وقتها خلص يعني. انت بتحب الاولاد؟ مين ما بحب الاولاد؟ بتحب تتحرش بالولاد؟ ما هذا الولد تحرش فيه خبرناك عنه. يقال انه انت بتعمل اغاني لغيرك. انت بتعمل اغاني لغيرك؟ لا، بس في اغنية مرة جربت اعمل، هي خطيبة اولادي قال بدها تغني، قلت لها بلا لك خليك عم تهزي وتخلعي وهيك. قالت لا بدها تجرب، لانه قلت لها شو بدك من ريبرتواري؟ قالت لي في عندك اغنية انا بحبها، هيدي اغنية وطنية، انا ابنك يا هالبلد. قلت لها تكرم عينك، بس هيدي ما بتتغنى بصوت مؤنس، يعني بدها تتغير شوي كلمات. قالت لي كيف يعني؟ قلت لها بدل انا ابنك يا هالبلد بدنا نحورها تصير انا بنتك يا هالبلد. هل ترضي على حالك انت تغني اغنية هابطة من هالنوع؟ قالت ليش هابطة؟ قلت لها غنيها تشوف، قولي على صوت عالي، تقولها ما تفهم هي. ما تفهم. قلت لي انا بنتك يا هالبلد. رجعي مغطية شوي، مغطية انا بنتك يا هالبلد. ما كنت خليها تغنيها. بعد لهلا اذا بتسألها ليش ما خليك تغنيها ما بتعرف، ما عندها ولا قصة. انا بحبها كتير يعني، مش هلا بقفاها عم بحكي، بس الاي كيو تبعي يا اخي ما بعرف شو بعرفني. ماشي الحال. ايه هيدي بس تجربتي مع الاغاني لناس تانيين. مين مثلك الاعلى؟ كلب فاكسن. انا بحبه لفاكسن كتير وبقوله علنا هو مثل الاعلى. عم ترجع دايما لفاكسن.
ايه باكسن حبيبي وصديقي، شو مره بدي اعرفك عليه، بنطرق كاس انا وياك ويا شوف ما في ألذ منه. انت عم تحكي عن كلب؟ عن كلب بستشيره باعمالي، بيجي بقول له هيدا اللحن، بيقول لي او 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 او. هلا انا بوجه له تحيه عبر الشاشه، او 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 او. هلا هو بيفهم علي، انت ما فهمت علي، ما هيك هو بيكون فهم شو قصدي. انا عم نغم عليك، انا عم نكت عليك، عم بحكي لغه الكلاب. عم بحكي لغه الكلاب، عم بقول له كحكحته ما عم بيقدر يطلع لي بالاسئله. عم بقويهم علي باكسن، عم بجرب يقوي علي. لا ده ما عم بيقدر. كمل شو عندك بعد. هتمي بدي بس شو اسمه شط خواصر خطيبتك ام ولادك. اي مركبت لك قرون صوت صوت. شو هي اول وحده بتركب؟ ركبت لك قرون خواص. هي قرنين كلهم ركبت ومش قرون. بعدين انا قلت لك انا في شغلي، انا نحن منفتحين بالبيت، انا منفتح، هي منفتحه من زمان، منفتحه من زمان، كانت عم بتنط على الدرج، حست بانفتاح وبعدها لهلا. مره طلعت على البسكليت راحت فلتت منها المقعد وحست بشيء. قلت لي انا صرت انا منفتح على كل شيء على الكون. قلت لها انا ما عندي مشكل، انت شوفي اللي بتلاقيه مناسب اعملي. ولا مره اختلفنا على انسان تاني. بتقلي مثلا بدي احكي مع فلان، بقول لها روحي، بالنهايه بدك ترجعي لعندي، انا خطيبتي، هي خطيبتي يعني بالنهايه. وكيف اذا فات قصه العنصر المال بدأ ومصاري وفتحنا خطوط على الخليج؟ انا بقول لها بدك تفصلي، يا اما عاطفي يا اما شغل، ما فيك تنزلي بين اثنين. وكرامي ما كرامي هي بدك تشيلي لها على جنب. ولكن هي طاهره وشريفه. مين؟ هي خواصر. ما بتخاف انه ولادك ما يكونوا ولادك؟ بخاف صراحة. في نصاني بحسه بيشبه جارنا تبع التاسع يعني، بس أنا ما بدي خلي الشك يفوت على على إنه إذا لحقنا فوتنا الشك ما فينا نفوت شيء تاني بعدين، يعني بتصير صعبة، بصير في خلافات. بخلي أنا هيك ربانية. هل صحيح إنك أحمق؟ أحمق طبعا، بس كيف جاي بأي معنى؟ يعني أهبل؟ أهبل صحيح، بس وين جاي بالسياق الجملي؟ غبي. غبي ونص، معك حق، بس كيف قصدك يعني على المزبوط؟ انت مسطول. مسطول ونص، بس كيف يعني انت شو قصدك فيه؟ هل انت مجذوب؟ اجل نعم مجذوب ونص، بس كيف جاي معك يعني؟ هل السؤال عم بسألك ايه؟ نعم. فوزي بولوزي، هل انت غشيم؟ غشيم ونص، بس كيف انت شو قصدك فيها يا اخي؟ قصدي انه انت حمار. حمار ونص. قالك ليش حمار؟ كل هاي قلتوا مزبوطين. هول مزبوطين ليش؟ لانه قالوا لي اياهم حرفيا قبل ما اجي لعندك لهون، لما عرفوني جاي بهاي المقابله قالوا لي اياهم، مشان هيك عم بقول لك انه انا هيك. ما بقى اجي طبعا غير مره. لقائنا انا وياك انت. بتحب تقول شيء بالنهايه؟ بحب اقول انبسطت كثير بهالقفص، يعني حسيت بقعده شرحه طليقه، يعني فكره كثير حلوه. ويعطيك العافيه استاذ. انزعجت انه بهدلتك؟ لا 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 لا، مثل اجري الصباط اللي بلبسه عاده بيكون واسع اديب، حط له ضبان. هل انت من النوع اللي بتبزق بوجهه والدنيا عم بتشتت؟ ايه. انت وقح؟ نعم. تسلم الله يخليك فوزي بولوزي. نعم. نهاية لقائنا اليوم. بتحب تضيف شيء؟ لا، فكلنا أسرنا تنفوق. عندي حفلات بعد ومهرجانات، وبشكرك كثير على اللقاء. وصلنا لختام حلقتنا لليلة. ملتقانا الأسبوع الجاي بنفس الموعد. إلى اللقاء. خليك قاعد. لا شو خليك قاعد، بدي أقوم أنا. ما في عندي كلاستروفوبيا، أنا بتضايق من الأماكن المغلقة. لا لا يا همام، همام شو عم تعمل يا همام؟ همام بدي فوت على الحمام. همام ما كنت عارف هيك بتخلص، عادة بتفللهم ل همام. إذا بدك فوت على الحمام إيه خذ هالينتو مي. مش هيدا القياس. طيب هيك شوف، بس بدي فوت على الحمام هلا. وإذا جعت إيه هيدا أكلك. هيدا أكل كلاب، هيدول الفاكسن بحطهم عادة. تصبحوا على خير. همام همام بدي فوت على الحمام. ميرسي حبيبي. حبيبي انا انبسطت شفتك. وانا كمان. ليك عم بقول شو بدي اقول لك. ايه طمني عنك، انت منيح؟
ايه انت منيح؟ ايه منيح. لما سمعت من خبرتني نجاة مرتك. ايه شو قالت لي؟ من فترة كنت شوي تعبان. مش تعبان يا زلمه، عم ضلني قلقانين مع العالم وحيط الله. شوفي شو صاير. انا ليك سونيا، لحظة سونيا، انا سمعت انه يعني كذب حكي. أمي إيه؟ خبرني سهام مرته. اه شو قالت له؟ قالت لي انه بدك تشوف شو صار مع نعيم ومع مرته، لانه سون لحظة. مع اساس ما نعمل قعدة نحن انا وياك هذيك المرة. صحيح. كنت بدي خبرك بهذا الموضوع. شو صار؟ هي بدها جلسة. لا قلي خبرني. هي لحظة. هي هيدي سونيا عم تعمل كثير مشاكل مع العالم، مش بس معنا. اه. ما هي تركته لنديم عشوي، رح تركه مرته كانت. يلا ماشي، على كل حال انا بصدق كثير. بدها قعدة. امتى بدك تعمل القعدة؟ عم فكر، لانه امبارح عم تقلي مرتي قالت لي بلا احكيكم بركي معلم. لحظة يا حبيبي. لحظة يا حبيبي. صار لي زمان ما شفته، بس دقيقة عم بحكي انا وياه. شوفوا على جنب خيي، لك السير. لحظة. يلا لحظة. لحظة. يلا عيوني دقيقة بس، لانه صار لي زمان. ايه شو قالت لك؟ هي سونيا رح تكون موجودة بهي السهرة؟ لا سونيا ما رح تجي. لحظة. لأنه إذا هي موجودة أنا ما بدي أروح يعني. يا أستاذ أنت وياه الله يخليك. خيي صار لي زمان ما شفته. صار لي زمان ما شفته وعم بحكي أنا وياه دقيقة. لخي صف حد على اليمين. عطوا صورته هذيك مرة الصور؟ ايه خليك معنا. لك فيجي عم بقول له عطوا صورته. لحظة بس بتشوف شغلة. لك شو بدك تفرجي صور شو هلا؟ شوف لي هاي مين؟ مين هي الشارة؟ هاي الشعرة انا بدي اسالك من هي. لك يا خيي هيدي انتوا على اساس تعرفوا ما بعرف. هيدي بدك اياها نقول لك على كل حال. بعت لي هون انا برجع بشوف. عطوا يوم خيي بعدين ببعث لك. هلا بعت لي هون في كمان صورنا قصه فيديو بعدها موجوده. ليك بس مش طويله شوي. شي 7 دقائق بتحمل. خليك افتح تليفون. شو بتحمل؟ بدك تفرجي فيديو 7 دقائق هلا؟ خيي الزلمه ما شفته. لك يا خيي الله معكم يا خيي. الله يخليك. طب يا خيي مروق من هون. مروق لو امنا نمرش على البسكليتات نحن سياراتهم. بدي قعدة. خيي طب ليك روح اعمل لي برمي. روح اعمل. طب لا خلص بعدين نحكي على رواق. طب بحكيك انا بحكيك. اوكي يا حبيبي. انت منيح خيي؟ روح خلص يلا ماشيين. امشي بقى. انا منيح. بس هيدي سونيا. لك يا خيي بلا سونيا بقى. ليك ايه بس احذر مين سالني عنك فادي هذيك اليوم. شو بده هذا؟ قال لي في له معك مصاري. انا بدي منه مصاري والله العظيم. هو قال لي هيك. روح خيي روح. الله بعدين بحكي. الله يرضى عليك. مالك امشي بوس ايدك. امشي من دقيقتين بطل في الواحد يقعد يحكي هو صاحبه. روح لك. روح انت كمان. يلا يا خي ما شفته راح. في صوت عم تصوصت هلا سمعتها؟ هذا انا. اه انت بلا شوفه صار صاحبنا. قال لي صار واصل. هلا مين جاي؟ مضيع على حارتك. علي عباس. ما بتعرف العباس؟ عباس نعيم؟ نعيم؟ لوينك ولو؟ انا ويني ما قلت لي تحت. لك ما رجعنا قلنا لك جينا لهون. مرحبا. مرحبا. قاس عباس. ما بتعرفه ما هيك؟ كيفك؟ قاس هون معلم. اهلا كيف عباس؟ هذا شو جاي يعمل؟ اهلا قاس. بده يتصيد معنا. شو بده يعمل؟ نحن جايين نتصيد معه. هو عم بدلنا على هذا المقوص. هذا كثير منيح عباس. هون مقوص كثير منيح عباس. قاس هلا نحن بدنا نجرب ما نخلي ولا عصفور. قاس بتتصيد منيح انت؟ صار لي زمان بتصيد والله. صغير. شو بتتصيد؟ بتصيد كل شيء. صفير طبعا. ايه صفير. بس من انا وصغير معود كنت بالعسكر. بالعسكر كنا قويس سعدين سناجيب سلاحف. سقايات. اوكي هلا صايد كل شيء. شو انواع العصافير؟ خبره شو بتصيد هلا؟ سفين سلونجات سنونو. اوكي كل شيء والله قبضاي يعني وكذا وهيك. دخلك نحن مش جايين بكير؟ لا 5:30 و5 هلا. هلا بلش المرق. لاي ساعه بضل المرق؟ 6:30 الا 5. 7:30 و5 هيك شيء. لا مواعنا منيح لانه حاس حالي جوعان. جبت السندوتشات. والله برافو. سندوتشات شو معك؟ سناسيل سجوق بس استرمى. في كعك. زمطت كلمه بدون سين. مع السمسم. ايوه واذا بدك في مع السما. خلص منيح ماشي الحال. هلا بدك تاكلهم. بلش نقوص شوي بالاول. لا خلص بس وين المرق هلا؟ وين كيف بدنا نوزع حالنا؟ هلا وزع حالك. ليك شو ليك شوخة. ليك نعم شفت السارو هونيك؟ شجرة السارو هونيك. ايه شجرة السارو. حدا في شجرة سنديان. سنديان او بنيت صلي هونيك. هونيك في مرق؟ في مرق. هونيك في مرق؟ في مرق. صنجات. انتو وين؟ انا وين بوقف هون؟ انت هون انا هون. طيب انا لانزل خليني بلش لك. يلا روح هلا بنرجع من هذا. يلا عبيمرو يلا. ايوه فواك هويس اي لا شو صار؟ اي صار لك شيء؟ آخ صار لك شيء؟ صابني. هيدي الشجرة حوي هون زلمة. صار لك شيء؟ صابني مين؟ انت آخ ليك شو بعمل لك؟ سعفوني. السنونو عم تلعب لعب.
ما خصه هو سنونه نزلت نزول سنونه نزلت نزول شو ليه سنونه هيك؟ ايه ما هيك بطل سنونه بطلك اسعاف امبولانس ياخذك مش اللي بدك اياه بس خلصوني دخيلك موجوع موجوع اي 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 بتعرف شو؟ انت ما خرجك صيد انا ما خرجي صيد؟ ايه بدك خلصوني شيلوني يلا مشي ياخذوا طعمي سحلب روح ناكل سحلب روح مشي اخ أنا كثير مبسوط إنه التقينا اليوم مع بعضنا هون عندك بالمكتب، بس قد ما فينا بدنا نعجل لأنه عندي موعد اليوم غدا بدي مضطر أطلع على باريس. إيه صراحة أنا كمان عندي طيارة سو مشان هيك. أنا بس حبيت نعمل هالقعدة بس بدي أشوف أنا عندي كم شركة بدي أشوف شو بدي أعمل فيهم مثلا تبعوا الميلانو اثنين خبرتك أنا قلت لك أنا رح أدفع لك حقهم 175 مليون. نحن اتفقنا على 180 إذا بتتذكر. الله خليهم 175 5 ملايين ماشية مين بيحكي فيهم؟ أنا بدي بس أول وضعي بفرانكفورت، أنا إذا أريد بفرانكفورت. سوري سوري عم بدي التليفون. تليفونك؟ هذا تليفونها؟ مهضوم الموسيقى. ألو لوي لا أنا هلا بميتنج هلا برجع لك. أوكي أوكي. بحكي بدك تعرف شو بدك تعمل من شان البورصة يعني أنا البورصة ناطر البورصة شوف لا لا بدك تلعبها صح أنا عملت 380 مليون هذيك السنة على طبعاً طيب يا جماعة ليه بتحطوا حساباتكم عندي بالبنك بسويسرا فكرة لا ولو أهلي محلي لحظة عندي يمكن هذا تليفون مين؟ تليفون هذا تليفون أنا؟ سوري سوري بس شو جانسي؟ ألو؟ بعدين نحكي بليز إيه فإنه ليش لا قصدي؟ من ولو بت... ايه اوكي امان الكون وبعدين بتعرفي لانه لا بدبي انا بعت هلا 680 مليون تليفون مين هذا ما بعرف يمكن عندك عندك هاي موسيقى ليش جايبها غبيان اوه احنا بنحكي كثير بدي يصير مش اللي بدنا حول له خلص وصل المسج حول له 85 مليون اعطيهم اوكي انا هيدي الصيفيه روحتها لحالي كنت بدي اجيب اليخت تبع موناكو لهون بس رجعت قلت انا الوضع ما بيحكي مع انه انا كثير املي كبير بالبلد بيعك اليخت تبع هيك عندي شوي تفرج سوري بس هذا تليفون خليه 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 حلو مثل اول مره بسمع خليه مثل خليه خليه اصلا ما رح رد ايه خليها هيل هيل واو شو هيل هيل ببعثكم يا بليز بليز خليها خليها لا يسكروا هيك نزل طيب هول الرسمات شفتوا هلا التفاصيل كلها هون لقلك ليش لأن احنا من اهم شركات تبعون كل شيء اسمه أمان وحماية بعرف لو ما هيك ما جيت يعني عندنا سيستام اللي بتحبه هلا بشوف هلا رح يكون في عندك أربعة كاميرات الأساس يعني عرفت كيف؟ أربعة؟ الأربعة إيه ما أنا للصوت لحظة هن المدخل الأساسي عندي مدخلين ما هو المدخلين مدخل على اليمين مدخل على الشمال بدي على كل مدخل تو كاميرا في واحدة للباركينج واثنين للمداخل وبعدين في عندك واحدة لحظة بس أهم شيء المدخلين الباركينج أوكي بس المدخلين أهم مدخلين رح يكونوا هن الأساسيات لحظة يا رباب رباب وين الموسيقى جاي يا رباب ايه 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 لك شو هيدا شو جرستونا بعد وين جاي الموسيقى من عنا من هون موسيقى لك ايه مش سمعتيها عن الموسيقى ما بسمع فيها علي علي كثير لك خلينا شكلها مناي من عند مناي دق عليها خليها توطي لنا الموسيقى تطفيها من مره ما بدي اسمع شيء لهون يلا حل جرستونا فهيدا رح يكونوا هن أربعة بالأساس أهم شيء المدخلين أراضي المسلين منال 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 وحشتيني صوت كتير عالي مدير جوا قال صوت واصل لجوا عم تمزح معي هلا معقول الصوت واصل لجوا وقتي شوي طيب منيح شو ترشا بونجور حبيبي حياتي شو مو عيد بكير وانت اليوم ما عندك شغل شو معاني بكير ايه شخيرك اللي معاني بكير
خر 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 خر. ما راح نخلص منها هيدي كلها العمر بدنا نقضيها شخير. ماشي الحال هلا شو اول مره يعني بسيطه بعدين يا لطيف شخير ما كلها الشقفه اللحميه الصغيره شقفه لحميه ايه بعدين احط قطن بدينك ما كل مره بتحط قطن حياتي انا حاطط قطن انا عم نملي كم ساعه ايه شو المشكله بس مش هون المشكله المشكله انه شرفه اجى دق علي جارنا ابو ربيع باعت لي بالبنايه كلها كله الماضيين انه عم يسمعوا شخيرك على اوضهم كلهم خر 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 معترضين الرجاء ايجاد حل باسرع وقت تفضلي طيب معقوله ايه ماشي الحال حليتها ولا لا حليتها ايه خلصت منيح وقفت هي ليش هون على البنايه ولك خير هلا ابو سامي جارنا اللي بالبنايه الثانيه طيب اجى قال لي ما معقول جار تخلوا هالموتير شغال تبع الكهرباء كل الليل عندكم قلت له يا موتير خاين احنا ما عندنا موتير قال لي في شيء على طول كل الليل شو بدي اقول له قلت له ما توخزني خلص حقك علي انا بسويها بحلها طيب المهم حليتها وخلصنا ايه حليتها انا حياتي طالب شيء انت ما طالب شيء خير اللهم اجعله خير لحظه لنشوف يا عمي رح اتاخر على الشغل شو هالنهار اللي ما حيقطع علينا هذا جيت يا خيي صباح الخير شو قصتك صار نصك جوا اهلين صباح النور عباس شاهين ايه نعم عباس شاهين تفضل معنا على المغفر حبيبي لوين على المغفر على المغفر يلا خير مرحبا صباح الخير اهلا صباح الخير مدام يا افندي روق شوي شو في بالمغفر خير شو في شكوك طويله ضدك هيك عاملين ازعاج بالحي كله بالمنطقه كلها واصل ازعاج من اخر الدنيا ما معقول هيك اي ازعاج في اقلاق للعالم عم تقلقون عم تعملوا اصوات من هون من شو هاي الاصوات امرتي مين هيدا شو عم تعملوا شو قالوا شخير ما شخير معقول يكون في شخير معها ولو ايه معروفه من البنايه للبنايه الثانيه للمنطقه للاوتوستراد لحميه قلتي لي بتعرف لوين واصل الشكوى لاخر الشارع لهونيك على الاوتوستراد ملحمه بامها وابوها بمنخارك جوا قاعده انا لازم روح على الشغل لا ما دام بدك تروحي معنا هو بيروح مين عم بشخر انت وهي انا اللي عم شخر طيب يلا تفضل معنا لك شو اخذتي بالبيجامه خليني البس في شكوى من القضاء القضاء كله مشك عليكم هاي كيفك؟ هلا شو؟ تأخرت شوي طلبت انا انت بدك تاكلك انت انا طلبت هلا تعرف لا 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 ما بدي اكل هلا منزل شوي هيك شيدك ليه ما سلمت؟ لا لانه غسلت ايه واذا انا بتعرف شوي بنقنا فيك يعني كذا مشان لانه بدي اكل هلا خبز وما خبز غسلت وهيك غسلت ايه قلت هلا ما ميزة دروسات وخبريات وكذا احنا بيناتنا هلا سلمت بس كيفك انت يعني استغربت فكرت ايدك ما بس طلبت هلا انا اكل منزل مشاوي ومنزل تبوله وكذا كلهم بدهم خبز وما خبز لا 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 انا هلا بشرب قهوه ماكسيموم مش رح تاكل معي شيء خبرني لا حياتي استاذ نعيم ايه اهلا كيفك منيح اهلين صحتك اهلا 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 كيفك حبيبي وين شايفك انا مش متذكر كنا نشتغل سوا من 10 سنين ايه كل شيء تمام 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 حبيبي يلا بنشوفك اوكي مع السلامه يلا بالاذن طيب يلا ما بدك خليك شوي طب ما شفتيكي في طب اما طيب سبا يلا روحي يا ويلا شو بعد ما اجوا الاكلات لا احسن بس كيف انا قادر بالكرسي هلا بساعدك؟ خلص انا بتفشى باجري خليني نقول لك خليني عليهم هيك اظبط غسلت منيح عقمت؟ ايه اكيد ليك بس عن جد فكره كثير منيحه عن جد ببلش هلا وخاصه هلا اول الشتاء استاذ نعيم اهلا 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 يا حبيب قلبي اهلا حبيبي شو مشتاق لك انا يا ويلي شو الصدفه الحلوه انبسطت شفتك كثير طيب بكره منيح؟ ايه منيح كله تمام العائله منيحه بجننوا سلم لي على الكل حبيبي انت الله يخليك يلا باي باي تعت مرمغ فيي بعد شو هذا ما في الا بيجي دغري بيسلموا تبارك انا ما بدي اسلم بدي ارجع روح طب ما في الا اكل هلا طب كيف بدي اعمل هلا كون اليوم ما معقول هلا خلص طهرنا نظفنا حالنا تيجوا الاكلات بعد ما اجوا الاكلات بس زهقتني حياتي انت كمان جاي احكي معك كلمتين وبدي فل يعني رايح جاي على الحمام شو بدي اعمل مش فاهم كيف دغري بيجوا بيسلموا يا اخي اعمل شيء شو بعرف شو هالخصمه هيدي ما حلوه اصلا من اساسها كيف واحد بده ياكل اذا ما ايديه منضاف ومطهرين وهيك اهلا 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 حبيب قلبي كيفك انت ماشي الحال انا اللي مشتاق لك يا حبيب القلب مني عنك وين ما عم بين ماشي الحال الحمد لله طل طل اماني طل طل صار زمان مش شايفك هلا شو كيف ساقه بتمارق من هون صدفه خلص يلا طلع عشان والله بنطلع حبيبي انا انبسطت كثير شفتك ما تتصور قد ايه يعطيك العافيه حبيبي ابو وقتك مرشح كمان عظيم عظيم طب عم كيف الواحد يضل مطهر ايديه ونظيف بالمره انت اليوم يا عمي انا منقنف ومسرسب وهيدا والقصص بيجوا بيسلموا علي بدي اكل على النظافه بدي ارجع اروح لا مره حط لقمه بتمي قبل ما اكون مطهر يا الله طب زهقت بدي اتطهر واخلص بقى من ايه
نهار. اجوا اجوا الاكلين. لو نعيم زهقتني حياته لو نعيم. خلص هلا لو مين ما كان يعني. ما راح سلم هلا بدي خلي ايدي هيك. خلص كلهم لهالاكلات يا حيي. لو مين ما اجى ما راح سلم عليه. المهم يجوا بس طولوا كثير. يا ليه؟ انت هون؟ وليه؟ 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 انا لمين اشتقت؟ وانا كمان. انا لمين اشتقت؟ مالك بلاش. انا لمين اشتقت؟ ربح. اشتقت لك كثير. وانا كيف باكل؟ فهيدي رح يكونوا هن اربعه بالاساس. اهم شيء المدخلين. عراس المدخلين بس. صحيفة فوزي بولوزي صحيفة درش بيجل. اهلين. ايه بطلع على خبريات. ايه شو قايلي؟ معوض عليك. هل صحيح؟ اكثر. اجا واحد تاني تحرش فيي. هداك كبير 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 يعني كيف بدي اوصف لك الحجم؟ ما في الا كلا كبير يعني. تعلقت فيه وسافر ما تعرفت شي عنه. انه مثل شو يعني؟ انت حمار؟ حمار بس كيف يعني؟ جاي باي طريقه يعني؟ وين وين جاي؟ غشيم غشيم ونص. بس كيف جاي هي بالاساس؟ بدي كحك حك. وظفك؟ ما وظفني. هالمرة وعيت مأخر ومعلقت بعجقة سير. بركي حظي بيتغير وبرجع بتفائل بالخير. بس شافتني السكرتير قالت لي شكلك لزقة مش فاضي لك المدير وهلأ في عنده عجقة. وظفك؟ لا ما وظفني. صاحبته اهتمت فيي وسافيتي فواتت له. توظفنا وهيدي هي مثل الأم وضعيت له. قال لي الظاهر ما بتفهم ما في عنا وظايف.